مشاهدينا الكرام، تحية طيبة وأهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من عين المسار. اليوم خصصناها اليوم العالمي للسلامة المهنية في مكان العمل التي تنظمه وتشرف عليه جمعية الهلال الأحمر الليبي بالتعاون مع جامعة بلغراي وأيضا هيئة السلامة الوطنية فرع المنطقة الشرقية. حنجري العديد اللقاءات، خلوك معنا في المتابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على اشرف المرسلين. موعد المنظمه والذي من اجله وبه تقوم المنظمه، فمفهومه من المخاطر الحفاظ على حياه الانسان من المخاطر التي يتعرض لها بسبب اداء العمل وتجنيب المخاطر التي قد تكون متوفره في بيئه العمل وتوفير بيئه عمل امنه خاليه من مسببات الحوادث والامراض المهنية التي قد تصيب الفرد نتيجة قيامه بعمل معه، وتعرف أيضا بأنها الإشراف والقواعد مرموقة في إطار تشريعي وتهدف إلى الحفاظ على الإنسان من قطع الإصابة والحفاظ على الممتلكات أيضا، مفهوم السلامة الحفاظ على الموارد البشرية على الإنسان كعنصر أساسي وعلى الموارد والمعدات الموجودة في المؤسسة. الجملة النقطة الأخرى اللي هي ما هي أهداف العمل السلامة والصحة المهنية. السلامة والصحة المهنية أهداف كثيرة، نوجز منها أن العنصر البشري، حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن محيط بيئة العمل، وأيضا الحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في الآلات والمعدات الموجودة في داخل المؤسسة والمحتويات الموجودة فيها، وتوفير وتنفيذ كافة الاشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث والأخطار. والتنفيذ التشريعات الاقتناع من الأشياء المهمة جدا هي اقتناع الإدارة العليا في أي مؤسسة. ما لم تقتنع الإدارة العليا بمفهوم مش حيتم تقبل المفهوم أو الالتزام به. لابد من الالتزام وقناعة الإدارة العليا بأهمية السلامة والصحة المهنية للعاملين فيها. تهتم بحماية العنصر المادي، وبالتالي ينعكس ذلك على مدى انتشار طاقات السلامة في داخل المؤسسة، أيا كانت المؤسسة، سواء كانت عامية عامة أو مؤسسة خاصة، سواء كانت صناعية أو خدمية. حتى المؤسسات الصناعية برغم أن اليوم بشكل عام يقول أن المؤسسات الخدمية ما فيهاش، لا توجد فيها زي ما كان المدارس والوظائف شكل الوظيفي، هذا مش المصانع والمتعارف، يعني نسبة الخطأ تكون قليلة، لكن في جميع المؤسسات هناك مكان خطر فيه. فجميع المؤسسات تحتاج إلى تبني مفهوم السلامة والصحة المهنية، عندنا التشريعات اللازمة لمفهوم السلامة والصحة المهنية، وجود الواجبات ومفهومات مسؤول السلامة. مجالات السلامة لما تكون في جميع المنظمات، جولي للسلامة عناصر الإنتاج والإنسان والمواد الخام والمعدات والأدوات والبيئة المحيطة بالمؤسسة. جولي أسس تحقيق أهداف السلامة هي اقتناع، نعود عليها، هي اقتناع ودعم الإدارة العليا، لأن الكثير من الدراسات أثبتت أن قناعة الإدارة العليا أهم شيء لنجاح المنظمات. ما لم تكن الإدارة العليا مقتنعة بهذا المفهوم وبالضرورة التبني، مش حيصير فيها تبني لهذا المفهوم. فالتبني المفهوم مهم جدا ولا يتم لا ينجح الا بقناعة الإدارة العليا وتبنيها. البيئة السليمة للعمل، التدريب والإشراف، التدريب مهم جدا في مفهوم السلامة والصحة المهنية، ضرورة التدريب كافة العاملين على كيفية الوقاية من المخاطر والأمراض، ضروري من تحديد ما هي المخاطر الموجودة في بيئة العمل. وبالتالي ضرورة من وجود قسم، وحدة، هيئة، أي تحت أي مسمى، المهم يكون هناك إدارة للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل. مسؤولية، يكون هناك مشرف للسلامة والصحة المهنية يعتبر مسؤول عليها، هو حق الوصل بين الإدارة والعاملين، وتقع عليه واجبات ومسؤوليات كثيرة يلام بها هذا الشخص. مهمته مرتبطة مباشرة بحياة الناس وسلامة الممتلكات، وهو مراقب ومنبه
العمل ضروري منها لمعرفة المخاطر الموجودة في بيئة العمل. وهذا الشخص طلب لي فيه يمكن أن نجمع مجرى الأسانسير. نحن ماشيين ناخذ تدريب على الحرب وبالتالي عندي كما قال شطارة ما بقيناش نعرفه. فكرة التدريب مهمة جدا للحفاظ على أمن وسلامة الناس. وأيضا تأتي مسؤولية العامل. العاملين الناس الأصل موجودين يجب أن يقف على سلامتها أولا وعلى سلامة المعدات والأدوات. قلنا حتى في بيئة العمل البسيطة اللي هي المكاتب من أبسط اهتداء وسائل الوقاية والحماية الشخصية عند القيام بالعمل بشكل صحيح. إبلاغ صاحب العمل أو المشرف على مكان من الخطر إذا كانت مش محددة في داخل المؤسسة من واجبات فرد العمل أن يخبر المدراء والله المشرفين لما كان الأطفال. شكرا جزيلا دكتور محمد. على المقدمة أولا تحية طيبة لكافة الحضور وشكرا لهذه الدعوة في هذه الندوة. الحقيقة فرصة طيبة لأننا نلتقي بحضاراتكم قامات علمية في العمل البيئي والصحي أستاذ دكتور فرج وأستاذ دكتور ويري يعني مجموعة كبيرة وبالتالي في فرصة إحنا نقدم شيء خاصة أن هذه الأيام تعتمد على المبادرات يعني الأيام هذه يعني نقدم فيها المبادرات ونقيم فيها الأوضاع وبالتالي نخرج ببرامج عمل حقيقية implementation حاجة تطبيقية. بسفكم جميعا أول نرفع يعني كل التقدير والإجلال لكل عالم الحقيقة في ليبيا وأينما وجد هؤلاء الذين يساهمون في التنمية وفي تحقيق يعني الاستقرار في كل مكان. فتحية لهم في يومهم هذا ونتمنى لهم السلام. طبعا الجزء الثاني هو زي ما قلت ممكن احنا ندرسهم مع بعض وبالتالي يعني الجزء الثاني هذا جزء تطبيقي. فرصة طيبة ان معنا الهيئة الوطنية الأستاذ الضباط وأعضاء الهيئة الوطنية للأمن والسلام والدفاع المدني وجهة من التحية أيضا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه وصحبه من والاه. محمد بن حريز مدير مكتب الإعلام التواصل في الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي. في البداية نحب نوجه لكم كل الشكر وتقدير قناة تلفزيون المسار لحضوركم وتواجدكم معنا اليوم في الحدث العلمي المنظم قبل جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي والهيئة الليبية للبحث العلمي كذلك شركة أكسجين كذلك جامعة بلقراية والعديد يعني من الجهات المشاركة أخرى. نتمنى أن نكونوا ما نسيناش حد. كذلك نوجه لكل الشركات المشاركة كل الشكر والتقدير على تعاونهم ودعمهم في إنجاح هذا العمل. اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية حبينا أن نشتغلوا على ندوة علمية فيها العديد من الأوراق العلمية ما يقارب عن 9 أوراق علمية يتكلمن على أهمية الصحة والسلامة المهنية في الدوائر الحكومية والدوائر والقطاعات الخاصة بصفة عامة. حبينا حاولنا أن نوجه كل ورقة علمية يعني في 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 مسار معين، ورقة مثلا علمية في الصحة والسلامة المهنية داخل نطاق العمل الحكومي، ورقة علمية في الصحة والسلامة المهنية في الجانب القانوني في الجانب الإنساني. يعني حاولنا نحن نسلط الضوء على العديد من الجوانب. العديد يعني من المواطنين يفتقدوا أهمية الصحة والسلامة المهنية ودورها في المجتمع. هي دورها يعتبر كبير جدا، تساهم يعني كما نقولوا في الحفاظ على صحتك أنت كمواطن، الحفاظ على صحتك أنت كعامل سواء كنت في قطاع خاص أو كنت حتى تخدم من أجل نفسك أو تخدم كما نقولوا كأعمال حرة نفسك كذلك في القطاعات والدوائر الحكومية. فأنتمنوا يعني من كل المواطنين في السنوات القادمة يعني يكون لهم دور كبير يعني في هالندوات العلمية ويكونوا حاطين كما نقولوا تركيزهم يعني على هالجانب اللي يعتبر يعني أكثر من مهم في كل الدوائر والقطاعات عامة. وانا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن كهيئة السلامة الوطنية شاركنا اليوم في اليوم العالمي للسلامة والسلامة المهنية الصحية. دور هيئة السلامة الوطنية يتمثل في السلامة المهنية، هي يتمثل في إدارة التخطيط والمتابعة والتفتيش التابعة لهيئة السلامة الوطنية بناء على قرار 154 لسنة 2009
الصادمة هي السلام الوطني بإنشاء هذه الإدارة، ومهمة هذه الإدارة هي التفتيش وإلزام الشركات العامة والخاصة والمصانع وكل ما الجهات التي يوجد بها عاملين ويكون طبيعة عملها تحتاج إلى السلامة والصحة المهنية، إلزامهم باتباع هذه الإجراءات. إجراءات طبعا متبعة هي طبعا تأمين الأماكن من الحرائق، وتأمين الأماكن من أي تلوثات بيئية، وكذلك إلزام العاملين بالارتداء الملابس الخاصة بالسلامة إذا كان طبيعة عملهم تتطلب ذلك. هذه طبعا من مهام هيئة السلام الوطنية، طبعا بالإضافة إلى عملها المعروف هو بالإطفاء والإنقاذ البري والبحري والتفتيش البيئي وإزالة مخلفات الحرب، هي متمثلة في إدارة العامة للمفرقعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور محمود محمد الأورفلي، أستاذ مشارك في كلية الطب البشري جامعة بنغازي، تخصص الطب الوقائي وعلم الوبائيات، بدعوة كريمة من الهيئة الليبية للبحث العلمي هذا اليوم والهيئة الوطنية للسلامة. شاركت بورقة بحثية بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، اليوم اللي هو يوم 28/4 لكل العمال. وفي هذه المناسبة حقيقة نتقدم بكل التحايا والتقدير والشكر للعمال في ليبيا، يعني لعمال اللي هم أساس التنمية وأساس الازدهار إن شاء الله، ونتمنى لهم الصحة والعافية في مواقعهم أينما كانوا وأينما وجدوا. وهذه الندوة كانت مخصصة لعرض التدابير، الحقيقة كانت عنوان الورقة وهو تقييم المخاطر اللي هو في أماكن العمل، وأيضا اتخاذ التدابير الوقائية والاستراتيجيات حيالها، وذلك تناغما مع اللي هو التوصيات العالمية والتوصيات المحلية لمنظمة الصحة العالمية، خاصة دليل السلامة المهنية والصحة المهنية اللي هو من 2018. وعرضنا أيضا مقترح في الورقة بتطوير هذا الدليل إلى أنه يقعد إلكترونيك فيرجن، يعني يقعد دليل إلكتروني بالإمكان استخدامه في كل المؤسسات، لأن نحن للأسف لا توجد لدينا قاعدة بيانات على المخاطر اللي هو مخاطر العمل ومشاكلها وما يترتب عليها من مشاكل صحية، ومشاكل خاصة المشاكل الصحية يعني سواء كانت مخاطر السلامة اللي هي الوقوع والمشاكل اللي حاولت نسمع فيها يوميا، أو المشاكل الصحية اللي هي الأمراض المزمنة عافاكم الله، السرطانات. وبالتالي مهم جدا الحقيقة الاهتمام بهذه الشريحة في مواقع عملها وحمايتها وتوفير السلامة لها. والحقيقة لقينا يعني دعم يعني لهذه الورقة، أنها هي ممكن تتحول إن شاء الله بإذن الله مع الحكومة، يعني مع الوزارات المختصة في الحكومة والهيئات المؤسسات في الحكومة الليبية، مثلا زي الهيئة الوطنية للسلامة والبيئة، وأيضا وزارة الصحة، للقيام بعمل مشترك إن شاء الله لتوثيق لقاعدة بيانات إلكترونية لتوثيق المخاطر والاستراتيجيات والتدابير اللي تتخذ حيالها، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومع الهيئة العالمية للعمل اللي هي الـ IOL International Labor Organization. وإن شاء الله الأيام القادمة يعني في برامج حيكون في مقترح مقدم منا كمشروع بحثي مشترك بين الهيئة وفي العديد من البحاث من ضمنهم يعني بحاث الهيئة وأيضا يعني وبحاث الوزارات الأخرى اللي في وزارة البيئة ووزارة الصحة. وسننطلق للعمل إن شاء الله، وهذا هو اللي نبوه، العمل اللي هو المبني على العلم والمبني على الأكاديمية والمبني على الدلائل العلمية، وهذا هو اللي الحقيقة نبول لليبيا ونبول للمستقبل ولضمان سلامة عمالنا أينما كانوا وأنا موجود. بارك الله فيكم، شكرا لقناة المسار، قناة متميزة على هذه الاستضافة ومتابعتها لهذه الأحداث، وهذا شيء يحسب لها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. مشاهدينا الكرام، بهيك نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من عين المسار اللي كانت على اليوم العالمي للسلامة المهنية. في الختام تقبل تحياتي نعوض برغتي وتحيات المصورة ندى الحرابي. نشوفك في حلقة جديدة، إلى اللقاء.